عندنا بقى موضوعات كتيره جدا جدا. امبارح كنا انفردنا مع حضراتكم بانسحاب الاهلي من كاس الرابطه امبارح، واول امبارح لمحنا وامبارح اكدنا بانسحاب النادي الاهلي من كاس الرابطه. بعض الناس اوحت، وطول الوقت الناس بتاخد كل موضوع، يعني بقت حاجه ظاهره بجد يعني، ولازم احنا يعني من ضمن اهدافنا ومن ضمن يعني مسؤوليات الاعلام انه يعدل الظواهر الغلط او المظاهر الغلط. في ظاهره موجوده ان كل حاجه بتتحول اهلي وزمالك. يعني مثلا الاهلي ينسحب من الرابطه، يبقى ازاي الاهلي ينسحب من الرابطه؟ اصل الاهلي معرفش ايه، والاهلي على راسه ريشه، الكهرباء يخش المنتخب ازاي، والهارب يخش المنتخب، ويعني ايه الراجل يتصور معاه مع ان فيتوريا نزل له صور مع كل لعيبه المنتخب، بس هي اللي وقفت في الزور صوره كهرباء، عشان كل حاجه بتتحول اهلي وزمالك. وده حاجه طبعا لازم احنا كلنا بقى نخرج عنها ونخرج منها، ويبقى اهلي وزمالك نتائج في الملعب. يعني اهلي وزمالك الموضوع لا يتخطى عن التشجيع والنتائج في الملعب. الاهلي انسحب رسميا من كاس الرابطه، وقال ده في بيان رسمي اهو: قرر مجلس اداره النادي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الاعتذار عن عدم المشاركه في بطوله كاس رابطه الانديه المصريه في ظل ضعف مباراه الفريق الاول مباراه الفريق الاول لكره القدم نتيجه تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الى المنتخبات الوطنيه بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفتره المقبله. كما درس المجلس الاستعانه بعدد من عناصر فريق الشباب والناشئين، هو الامر الذي واجه صعوبات كبيره بسبب اعاره العديد منهم الى جانب ارتباط الاخرين بالمشاركه في مختلف المسابقات العمريه في نفس الوقت. يعني الاهلي بيقول شكرا، انا مش هشترك في كاس الرابطه. حق اي نادي انه يعتذر عن البطوله، طالما بطوله ملهاش لائحه، ملهاش سيستم، ملهاش شكل، بطوله طالعه كده زي الزونت كده انت بتحشرها، انت اللي بتضعفها على فكره مش الاهلي. يعني اللي منظم البطوله هو اللي ضعيفها، مش الاهلي هو اللي ضعيفها. بعض الانديه تعتبر البطوله دي طوق النجاه، اسمه خد لقب، اسمه في الاخر كسب حاجه، الناس شايفاها كده، هم حرين بس بيضحكوا على نفسهم. لكن في الاصل هل البطوله دي لها سيستم، لها كيان؟ لا خالص. البطوله دي حاجه كده معموله، يعني محتاجه القائمين عليها ورابطه الانديه المحترف ورابطه محترمه واللي بيقودها ناس محترمه، عليهم ان هم فعلا يشتغلوا على تقويه هذه البطوله وزرعها عشان تبقى بطوله مهمه وجماهيريه قبل ما يكون المشاركه فيها بالاجبار، زي الحب بالاجبار كده. لا طب والاهلي انسحب، هل عليه اي غرامات؟ لا. ما هو ليه ما عليهوش غرامات؟ لان مفيش ليه حقوق. ما هو امتى يكون عليه غرامه؟ لما يكون ليك حقوق. هو الاهلي ده اللي قاله امبارح كمان او اول امبارح تسريبات، ان انا ليا حقوق معرفش هي فين، ولا حد قال لنا حقوقك ايه في البطوله، لا بس فضائي ايه ولا اعلانات ايه ولا رعايات ايه ولا كل الكلام ده احنا ما نعرفش عنه حاجه. وبالتالي انسحب النادي الاهلي، واظهر انه اي نادي يستطيع ان ينسحب من كاس الرابطه كده، ما فيهاش مشكله يعني. واعلن الاهلي انسحابه، والهدف من الانسحاب هو التركيز في مباراه الهلال السوداني المقرر ليها يوم السبت بعد المقبل ان شاء الله الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، اخر مباراه للاهلي في دوري المجموعات، وهي المباراه اللي محتاج الاهلي يكسب فيها. وانا متوقع، وخدوا كلامي هنا بقوله قبلها بـ8 ايام ولا بـ9 ايام ولا 10 ايام كمان، انا متوقع الاهلي يكسب على الاقل فارق 2 وباداء حلو. ده توقعات انا، على الاقل بفارق 2 وباداء حلو رغم كل اللي بيحاول الهلال السوداني يعمله لنا.